يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حفظكم الله في درس التوحيد في هذا اليوم أن من لم يرضى بالحلف بالله يكون غير معظم لله، هل يدخل في ذلك إذا حلف لي شخص وأنا أعلم أنه كاذب فلم أقنع ولم أرضى ولم أقبل بحلفه؟ هذه حلف كاذبة ما ترضى بها، الكلام على إذا لم تعلم تحسن الظن به، إذا لم تعلم كذبه فأحسن الظن به وعظم الله سبحانه، ما إذا علمت أنه كاذب فهذه ليست يمين، هذه كذب. نعم.